قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطي كانت وسائل جيش الاحتلال لقمع هبة الشبان الفلسطينيين على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم قلنديا تحول إلى ساحة مواجهة أعقبت المسيرة التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية رفضاً لسياسات الاحتلال ومواصلته استهداف الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية. قيادات وطنية دعت إلى دعم التحركات الشعبية على الأرض وتنظيمها. هي أشبه بانتفاضة تجري الآن، وهي رسالة واضحة وقوية لحكومة نتنياهو أنه لا القمع ولا القبضة الحديدية ولا كل استيطان وعمليات التهويد ستنجح. الشعب الفلسطيني لن ينكسر ومصر على تحقيق حقوقه كاملة. الشعب يدرك الآن أنه لا الاتفاقيات ستأتي بشيء ولا المفاوضات ستأتي بشيء، لن نحصل على حريتنا وكرامتنا واستقلالنا إلا بمقاومة الاحتلال وإجراءاته. وبالتوازي مع استمرار المواجهات منذ نحو أسبوع في مختلف مدن الضفة والتي ارتقى خلالها نحو 4 شهداء، عادت الرئاسة الفلسطينية وعلى لسان الرئيس عباس للتأكيد أن الحل السياسي بالطرق السلمية هو ما تريده السلطة، وأن تعليمات صدرت للأجهزة الأمنية بمنع التصعيد. نأمل ألا تقف أي جهة رسمية أو غير رسمية كعقبة ومعيق أمام استمرار شعبنا الفلسطيني في هبته. هذا الشعب بحاجة إلى قيادة تقوده. وتتجدد المواجهات بين الحين والآخر على مناطق التماس في عدة محافظات، فيما تمعن قوات الاحتلال في انتهاكاتها والتي كان آخرها هدم 6 شقق سكنية لعائلة الشهيد المقدسي غسان أبو جمل في جبل المكبر وتشريد نحو 23 عائلة. اتساع رقعة المواجهات على الأرض وتسارع وتيرتها قد ينذر بتصاعد الأمور في ظل تزايد هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال وفرض مزيد من التضييقات على الفلسطينيين. وإن كان ما يجري لم يبلغ مسمى انتفاضة ثالثة، إلا أنه يبدو أن الهبة مستمرة وتزداد سخونة. من قلنديا، أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.